أنا أقول عندما نفكر بالتغيير بدنا حاكم يكون عادل، ما راح يجي حاكم عادل إلا إذا كنا كمحكومين نتمتع بالعدل، نفهم قيمة العدل، بدنا حاكم يكون محترم. إذا ما كنا محترمين منين بده يجي الحاكم المحترم؟ منظمة الرواد تؤمن بالمسؤولية الاجتماعية، لو كل واحد بيناتنا حق الخير لجاره مثل ما يحب لنفسه، وكل واحد حق الخير للمؤسسة اللي جنبه مثل ما بيحب الخير لنفسه، أكيد رح يكون أمرنا بخير. خلينا يعني ممكن المستقبل إن شاء الله نحن لا ندخل الهدى بأي وسيلة نحقق لهم مستقبل زاهر ونؤمن لهم تعليم. أفضل شيء أقوم في حقيقة هو منظمة الرواد والقمات والزعمة، هؤلاء الأطفال الصغار لما عم يحاولوا يوصلوا رسالة للعالم، أنا عم بقول يا عالم اسمعوا.